لقد ارتأينا تنظيم هذه الندوة لتأكيد دعم الجزائر لنضال وصمود المرأة الفلسطينية والتنديد بانتهاكات الاحتلال الغاشم لمختلف المواثق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة والطفل خاصة، وما تنظيمها غداة إحياء الذكرى 69 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة إلا مؤازرة لإخواننا وأخواتنا في فلسطين الشقيقة، متيقنين وعن قناعة بأن كفاحهم سيكلل باستقلال مشرف. وبودي أن أغتنم السانحة بوجود مجاهدات معنا، أن أعبر لهن خاصة عن أسمى آيات التقدير والاحترام ومن خلالهن لنضال المرأة الجزائرية عامة في ثورة التحرير المباركة جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في خضم مسارات حافلة بتضحيات جسيمة في سبيل تحرير الوطن. كما أن الفضل يرجع لهن في إرساء سياسة التمكين التي استهدفت المرأة الجزائرية بعد الاستقلال من خلال إحداث كل الآليات الرامية لحمايتها وترقية مكانتها وصولاً إلى تحقيق مكاسب دستورية سياسية اجتماعية واقتصادية، لا سيما دستور نوفمبر 2020 بإقرار مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في تولي المسؤوليات والوظائف العليا. السيدات والسادة الأفاضل، إن حضور المرأة الجزائرية عبر مختلف محطات تاريخ الجزائر قد سجل أسماء عديدة بأحرف من ذهب، ما يعكس صمودهن في كفاحهن وتضحياتهن لتحرير الوطن وضمان عيش كريم ومستقبل آمن للأجيال القادمة، وهو نفس مسار المرأة الفلسطينية الصامدة في ظل المجازر والانتهاكات لحقوق الإنسان التي يقترفها الاحتلال الصهيوني الغاشم في حق الأبرياء العزل وأغلبهم من النساء والأطفال. وتعجز الكلمات عن التعبير عن إحساس وآلام الشعب الجزائري لمعاناة إخوانهم الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة وما يتكبدونه من تضحيات تستوجب دعم وتضامن كل شعوب العالم. وموقف الجزائر في هذا الصدد ثابت وراسخ، يمتد جذوره إلى بيان أول نوفمبر من خلال موقف قيادته العليا وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية وقناعة شعبها بالقضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها. ومن هذا المنبر أتوجه لطالباتنا الكريمات خاصة من فلسطين الأبية المتشبعات بالعزيمة والقوة والمستلهمات من الجزائر روح الكفاح والمقاومة، لأقول صبرا على هذا الواقع الزائل بمزيد من الصلابة، فنحن على يقين بانتصار القضية الفلسطينية مهما طال الزمن، كما انتصرنا نحن في 5 جويلية 1962 بعد كفاح أصفر عن 1.5 مليون شهيد.